أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الواجب على من أسلم وهو في جيوش البلاد الكافرة؟ كيف يصنع معهم بعد إسلامه مع أنهم عاهدوه على بقائه في الجيش لمدة محددة؟ يا أخوان، الجواب واحد: اللي يستطيع يتخلص منهم يجب عليه ذلك، واللي ما يستطيع يبقى إلى أن يستطيع، لكن مع التمسك بدينه، مع التمسك بدينه وعدم التنازل عن شيء منه إلى أن يقدر يتخلص منهم. نعم.